في عن قرب مستمعينا نتحدث عن دراسة حول التحديات الأسرية واستراتيجيات التصدي لها خلال جائحة كورونا لدى موظفي وطلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان. نتحدث عن هذه الدراسة ونقترب من تفاصيلها مع الأستاذة صفية بن سالم الهاشمية، أخصائية بحوث بالمرصد الاجتماعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. معنا باتصال هاتفي. مساء الخير أستاذة صفية، وأهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مساء النور والسرور. بداية أشكركم وأشكر برنامج والقائمين على برنامج بانوراما على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا مرة أخرى. حياك الله أستاذة صفية. يعني الجهود البحث العلمي قائمة بشكل مكثف خلال الفترة الماضية وإلى اليوم وإلى بكرة أيضا هذه الجهود لا زالت مستمرة. نتحدث عن هذه الدراسة التي تبحث في العلاقة حول تأثير جائحة كورونا على المستوى الأسرة وفي نطاقات مختلفة سنتحدث عنها لاحقا. بداية، ما فكرة هذه الدراسة والمشكلة الرئيسية التي تبحث فيها أستاذة صفية؟ نعم، بالنسبة لهذه الدراسة طبعا جميعنا عاصرنا تداعيات هذه الجائحة وجميعنا تأثرنا يعني من هذه الجائحة بدرجة أو بأخرى أو بصورة أو بأخرى. نعم. ويعني في حقيقة الأمر أن السلطنة لم تكن بمنأى عن هذه الظروف الصحية الاستثنائية، فانبثقت فكرة الدراسة أو الدراسة يعني انبثقت من فكرة مفادها أن يعني الأسرة هي الوحدة الاجتماعية التي يعني انكشفت وتجلت بشكل كبير في ظل هذه الجائحة التي تضمن وضمنت للفرد سلامته. ففي الوقت الذي لم تستطع الجهود الصحية العالمية مجابهة هذا الفيروس طبيا، فإن أبرز وأسرع الآليات لمجابهة هذا الفيروس كانت هي العودة للأسر. وفي الحقيقة لم تكن يعني هذه الآلية بأن نعود إلى أسرنا حتى نضمن يعني سلامتنا بأمر هين. نعم. لأن يعني أصبحت أمام الأسر الكثير من التحديات في ظل الكثير من الإجراءات الاحترازية التي شرعتها الدول، منها إغلاق المدارس والجامعات والالتزام بالحجر المنزلي والإغلاق التام وتعليق الدراسة. كل هذه التحديات يعني جعلت للأسرة الكثير من التحديات، بل وفرضت عليها الكثير من الأدوار. نعم. والوظائف التي لم تكن تقوم بها سابقا أو كانت تقوم بها ولكن بدرجة قليلة. فمن هنا جاءت فكرة الدراسة، ويعني اهتم الباحثان أيضا بتقصي التحديات بشكل دقيق على الأسرة العمانية، وكذلك ما هي الاستراتيجيات التي اتبعتها الأسر العمانية لمواجهة هذه التحديات. نعم، بكل تأكيد، والبحث حول هذا الموضوع تطلب أيضا جهد كبير جدا. استخدمتم يعني المنهج النوعي لجمع البيانات واستخدام النظرية المتجدرة. أستاذة صفية، نوضح أيضا هذه الأدوات المستخدمة لجمع البيانات. نعم، طبعا هنالك منهجان، طبعا المنهج النووي والمنهج الكمي في البحوث. نعم. أو في البحوث العلمية نحن اعتمدنا على المنهج النووي، ويقصد بالمنهج النووي أننا يعني أو يميز هذا المنهج أنه يحلل أو يجمع البيانات ويحللها، ليس فقط أو ليس بالاعتماد على الإحصاءات والبيانات، وإنما بالاعتماد على تفاصيل دقيقة يقدمها المشاركون في الاستبانة بناء على إدراكهم لحقيقة الظاهرة المدروسة، وهي ظاهرة التحديات التي تواجه الأسرة العمانية. بعد ذلك يقوم الباحثان بماذا؟ بتحديد مجموعة من المعاني والرموز وتفكيك الظاهرة. نعم، من خلال أيضا استقائكم لكل هذه المعلومات والبيانات، تم استخدام الاستبيان أو أي أداة بالضبط أستاذة صفية؟ نعم، في حقيقة الأمر طبعا في مايو 2020 قمنا بحلقة نقاشية، وهذه الحلقة اهتمت بتسليط الضوء على الأسر العمانية في ظل جائحة كورونا، وقمنا باستضافة 15 خبيرا من مختلف المجالات العلمية كعلم النفس والاجتماع والتربية، وتناقشنا فيها حول أبرز التحديات أو وضع الأسر العمانية في ظل جائحة كورونا. ومن ذلك انبثقت محاور الاستبانة، فقمنا أنا والبروفيسور سعيد الظفري باستبانة مفتوحة. هذه الاستبانة تكونت من ثلاث أجزاء. الجزء الأول احتوت على أسئلة ديموغرافية،
لمعرفة خصائص العينة، وشملت على جنس المشارك، الحالة الوظيفية، وآخر مؤهل دراسي تم الحصول عليه. نعم. أيضا عدد أفراد الأسرة وسنوات الخبرة. الجزء الثاني من الاستبانة احتوى على سؤال مفتوح متصل بالتحديات التي واجهت الأسرة العمانية، واستهدفنا فيها خمسة أنواع من التحديات، اللي هي التحديات الصحية، النفسية، الاجتماعية، والاقتصادية والتربوية. أما الجزء الثالث من الاستبانة أو من أداة الدراسة تعلقت بما هي الاستراتيجيات التي اعتمدتها الأسرة لمواجهة كل نوع من التحديات التي ذكرتها، يعني في الجزء الثاني من الاستبانة. نعم، في كل هذه الأجزاء من هذه الأسئلة، ما هي أبرز الأسئلة الموجهة للعينة المبحوثة أستاذ صبية؟ طبعا الأسرة الموجهة لعينة الدراسة هي ما التحديات الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية التي واجهتك وأسرتك في الأشهر الماضية نتيجة جائحة كورونا 19 أو كوفيد 19، وما استراتيجيات التعامل معها. يعني يذكر كل تحدي من التحديات الصحية وكيف قامت الأسرة العمانية بمواجهة هذا التحدي أو للتكيف مع هذا التحدي. نعم، بالنسبة لي يعني بعد تجميع كل هذه البيانات اتضحت لكم النسب تتعلق بالتحديات التي تواجه الأسرة في مختلف الجوانب والتي أيضا أشارت إليها البيانات، فنتحدث عن أغلب التحديات التي لاحظتموها يعني من خلال هذه البيانات. نعم، أغلب التحديات التي واجهتها عينة الدراسة بشكل كبير، هي أول تحدي وأبرزه هو عدم التمكن من زيارة الأهل والأقارب. نعم. خلال فترة جائحة كورونا، بحيث كان البقاء في المنزل أحد المطالب الأساسية التي حرصت عليها الحكومة، فكان هذا أبرز تحدي واجهته. يعني تقريبا ما بنسبة 63.8 من عينة الدراسة عانت من هذا التحدي. نعم. أيضا هناك تحديات تتعلق بالاضطرابات النفسية، وهذا طبيعي بسبب يعني الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، أو بسبب يعني سماع الأخبار المتعلقة بالمرضى والمصابين وكذلك بالوفيات. إضافة إلى ذلك نفس الشيء، يعني الضغوط النفسية التي أو المسؤولية التي يعني على التي أصبحت على عاتق الأسرة، مما ولد الكثير من التحديات النفسية، مما خلى في الكثير من يعني أفراد الأسرة اضطرابات نفسية كالقلق والتوتر، التفكير السلبي وما إلى ذلك. نعم. أيضا من أبرز التحديات التي واجهت الأسرة هي كيف تنظم وقت أطفالها. طبعا نحن قلنا بأن هناك صار إغلاق للمدارس، صار إغلاق للحضانات، صار إغلاق للجامعات، مما استدعى أن يكون جميع أفراد الأسرة ماذا في نفس البيت أو في نفس المساحة، فخلق يعني وقت كبير، وكانت على الأسرة يعني أن تملأ هذا الوقت بما يفيد أطفالها. هناك أيضا تحديات كثيرة تتعلق مثلا بالتعلم عن بعد، والتحديات التي صاحبت التعلم عن بعد أو العمل عن بعد. نعم، هذه من أبرز التحديات. جميل جدا. طيب أستاذة صفية، هل في مثلا ظهر لكم يعني التحدي من التحديات هو يعني الأبرز أو الأكثر يعني ما يعانيه أو ما تعانيه الأسر؟ هو أبرز شيء هي تطبيق سياسة التباعد الجسدي والتباعد الاجتماعي. يعني نحن نعلم طبيعة وثقافة المجتمع العماني، ويعني يعني في الوقت الذي أوصت فيه جميع الدراسات النفسية والاجتماعية بضرورة الاندماج الاجتماعي، ويعني التقارب الاجتماعي لما دور كبير في تعلم الكثير من السلوكيات، تعلم الكثير من المبادئ، فجأة نعم. كان هناك من قرارات اللجنة العليا بأن يتم الاختلاط أو يتم وقف مثل هذا النوع من التجمعات. فكأغلب عينة الدراسة أشارت إلى أن البقاء في المنزل وعدم التواصل مع الآخرين من أهم التحديات التي واجهوها. تقريبا أنا أسلفت سابقا بذكر أن 63.8 من عينة الدراسة تعاني من أو عانت من هذا التحدي. نعم، جميل جدا. كيف رصدتم أيضا يعني الاستراتيجيات اللي استخدمتها الأسرة في مواجهة تداعيات الجائحة على النطاق الأسري؟
نعم طبعا في الدراسة تم ذكر كل تحدي والاستراتيجية التي تم التصدي أو استراتيجية التصدي لهذا التحدي. فكانت من أبرز الاستراتيجيات التي اعتمدتها الأسرة العمانية وأكثرها شيوعا لدى أفراد طبعا العينة تمثلت في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة يعني تحدي عدم القدرة على زيارة الأهل والأقارب، بحيث صار أن التواصل الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي منفذ للبقاء على تواصل سمعي ومرئي مع الآخرين، خاصة الأقارب الذين امتنعوا عن الزيارات التزاما بتوجيهات اللجنة العليا وسعيا للسيطرة أيضا على انتشار هذا المرض. الاستراتيجية الثانية والتي يعني حصلت على نسبة تكرار 41.6 اللي هي تنويع الأنشطة. قامت الأسرة أو قام أفراد العينة الدراسة بتنويع الأنشطة ويعني ابتكار مجموعة من الأنشطة سواء كانت التعليمية، التثقيفية، الرياضية لملء أوقات الفراغ، ولكذلك أيضا يعني يدب الحياة في الأسرة في ظل التزامهم بالحجر المنزلي. أيضا هناك من أبرز الاستراتيجيات المستخدمة اللي هي ترشيد الإنفاق. هناك الكثير من التحديات الاقتصادية التي واجهتها أفراد العينة وواجهها العالم أو الأسرة أجمع في هذه في العالم، من ضمنها ترشيد الإنفاق، وهي بمعنى هناك الكثير من فقدوا وظائفهم ومن كثير من خفضت مرتباتهم الشهرية. فكان يعني كانت التحدي أو عفوا الاستراتيجية المتبعة أن يرشدوا الإنفاق ويحاولوا قدر الإمكان أن يبقوا على المصروفات الأساسية أو الهامة والابتعاد كل البعد عن الكماليات والأمور الترفيهية. أيضا من أبرز الاستراتيجيات كان هو الالتزام الديني وهي لجوء الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء والأسئلة، والكثير من أفراد عينة الدراسة أشاروا إلى هذا النوع من الاستراتيجيات لهذا الاستراتيجية للتخفيف من أثر الضغوطات النفسية التي حلت بهم أثناء التزامهم بالحجر المنزلي. نعم. طيب أستاذة صفية، يعني بين التحديات التي رصدتموها من خلال هذه البيانات، بيانات المبحوثين، وبين أيضا الاستراتيجيات اللي أيضا رصدتوها، هل يعني ممكن أن يعني نستقري أو أنتم كباحثين يعني استقرأتم حالة الوعي لدى هذه الأسر وكيفية تعاملها مع كل هذه التحديات، وربما بعض الأشياء يعني اتسمت بالفجائية مع هذه الجائحة وتداعياتها، فممكن يعني أن نقرأ حالة الوعي لدى الأسر في التعامل مع كل هذه التداعيات؟ نعم، نحن رصدنا يعني نوع معين من الوعي لهذه الأسرة. وذلك من خلال يعني اللجوء إلى إجابات واستجابات المشاركين من خلال ابتكارهم أنشطة مختلفة من الاستراتيجيات المتبعة لتحدي كل هذا النوع من أو كل هذه التحديات التي واجهتهم. فعندما تلجأ الأسرة إلى تنويع الأنشطة، عندما تتحمل الأسرة ويعني أحد المشاركين يجيب بأن أصبح على الأسرة أن تعي بأن أدوارها ليس فقط أو لا تتحمل فقط أوجه الرعاية يعني الأساسية توفير المأكل والمشرب والمأكل. اليوم أصبح هناك تغيير كبير في الأدوار والوظائف التي تقوم بها الأسرة العمانية، ومنها أيضا اهتمامها المكثف بتوفير كل وسائل ومعينات مثلا التعلم عن بعد. هذا لم تكن سابقا، هذا الوعي لم يكن سابقا لدى الأسرة العمانية، لكن اليوم في ظل تطبيق سياسة أو تطبيق سياسة التعليم عن بعد أو العمل عن بعد، فإن الأسرة أصبح لديها وعي في هذا الجانب، أيضا وعيها في ما يخص التحديات الصحية. فيعني الكثير من الاستجابات أو استجابة المشاركين كانت تتمحور حول أنها متابعة بشكل مستمر لما يتم إذاعته وما يتم إعلانه من قبل المؤتمر الصحفي الذي تقوم به اللجنة العليا وحساب عمان تواجه كورونا. فهذا نوع يعني جميل، شفينا يعني هذا الوعي من قبل أفراد العينة. نعم، واضح جدا أستاذة صفية. طيب يعني بالنسبة لهذه الدراسة البحثية، هي أيضا مكملة للعديد من الدراسات التي سبقتها وأيضا الدراسات التي ربما ستحدث لاحقا من قبل باحثين آخرين. يمكن أيضا طلعت على دراسات سابقة هي أخذت يعني في البحث حول نفس العلاقة. كيف يعني كان استدعاكم لمثل هذه
هذه الجهود البحثية وما بحثت حول أبرز المقاربات حول جائحة كورونا وآثارها أيضا على نطاقات مختلفة، كيف ساعدكم أيضا يعني على الإعداد لهذه الدراسة أستاذة صفية؟ نعم طبعا كان لابد علينا أن نرجع للدراسات السابقة والجهود البحثية السابقة التي تمت أو التي رصدت أبرز التحديات والاستراتيجيات التي تم رصدها في أو في ظل هذه الظروف الاستثنائية. هناك الكثير من الدراسات العالمية والإقليمية والمحلية، واستفدنا منها في مقارباتها النظرية، مثلا في بناء الإطار النظري للدراسة، أيضا في بناء مقياس الدراسة، وساعدتنا في كذلك تحليل استجابات المشاركين وكيفية أيضا دعم يعني بعض استجابات المشاركين وتحليلها بشكل أعمق وأدق، خصوصا وأننا يعني اعتمدنا على المنهج النوعي، والمنهج النوعي قائم على ماذا؟ فهم وتحليل الظاهرة تحليلا يعني عميقا. ونحن لم نصل إلى هذا النوع من الفهم إلا بالرجوع إلى ما ورد من مقاربات النظرية في الدراسات السابقة. نعم، إذن كخلاصة أيضا لهذا الحديث، هل ممكن القول أن هناك فعلا توصيات خرجت بها الدراسة في ضوء النتائج وما تطرقت إليه سابقا أستاذة صفية؟ نعم، كانت أبرز يعني التوصيات التي رفعناها أو التي رفعناها اللي هي مثلا توفير البرامج النفسية الإرشادية. نعم. التي تقدم الدعم النفسي للمواطنين، يعني في ظل الظروف الاستثنائية أي إن كانت، يعني تحتاج الأسرة العمانية لمثل هذا النوع من البرامج النفسية التي ترشدها إلى كيفية الوعي بمثل هذه الظروف الاستثنائية، كيفية مجابهة هذا النوع من الظروف الاستثنائية. وهذا نوصبه ليس فقط على الصعيد يعني الصحي، كذلك تحتاج الأسرة العمانية اليوم بتوعية في مجالات مختلفة، كمثلا التعلم عن بعد، كذلك توفير المناخ النفسي الأسري الذي يتسم بالحميمية ويتسم بمثلا يعني توفير كذلك نوع معين من الجو التعليمي، الجو. نعم. الأسري الدافئ. أيضا من ضمن التوصيات التوسع في الدراسات للكشف عن التحديات. يعني كل نمط من التحديات محتاج إلى دراسة معمقة، وكذلك نوصي بضرورة التوسع في الدراسات التي تكشف عن التحديات التي واجهت الأطفال، كذلك التحديات التي واجهت كبار السن. ومن نعم، لابد من تقوية، هناك يعني تحديات كثيرة أو كبيرة يعني أدلت بها عينة الدراسة، متصلة ب يعني صعوبة يعني التعلم عن بعد. نعم. فضرورة تقوية شبكات الاتصال في جميع مناطق السلطنة لما لها دور كبير أيضا في ربط الأسر وتعزيز التواصل بينها، وكذلك هي مهمة أيضا في التعلم عن بعد. بكل تأكيد، إذن هذه الدراسة وما تحتويها من تفاصيل ونتائج وما خرجت بها أيضا من توصيات هي مادة ثرية جدا للمختصين، خصوصا في الجوانب البحثية الاجتماعية والأسرية. رجاءنا لكم بالتوفيق، تحياتنا لك أستاذة صفية وأيضا للبروفيسور سعيد الظفري على جهودكم في هذا في هذه الدراسة تحديدا. كل الشكر لك أستاذة صفية. شكرا لكم جميعا، حياك الله. مع السلامة. الله. إذن الحديث كان عن التحديات أو دراسة حول التحديات الأسرية واستراتيجيات التصدي لها خلال جائحة كورونا، والحديث عن هذه الدراسة كان مع الأستاذة صفية بن سالم الهاشمية، أخصائية بحوث بالمرصد الاجتماعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في بانوراما.